الفقرة الرياضية يا وقتها. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. ضيف اليوم ابو الدقات ابو المقالب لدرجة بسلم عليه احاتي، اخاف يسوي فيني مغلب. هو غتساوي، هو برشلوني. ضيفي جاسم رجب، حياك الله. هلا الشيخ، هلا محمد. اول شيء مشكور على المقابلة، وانا وايد وايد متشرف فيك امانة. يا حبيبي على راسي والله. حبيبي غتساوي ملكي، ليش تحب النادي؟ محمد احنا ربينا على جاسم يعقوب. الله قناص. ربينا على جاسم يعقوب، بنحب جاسم يعقوب، وقل ما هذا جاسم يعقوب، جاسم يعقوب بنحبه. الملكي معروف عنه ما يطيح الملكي، في اضعف حالاته هو هذا يبقى القادسيه دائما كبير. ابي قول حطه احد لاعبي القادسيه ليومك تذكره، ليومك في بالك. بدر المطوع. اي قول؟ السالميه، كاس الامير. نادي تخاف منه، يعني مثلا اذا القادسيه بروح النادي اتحاتي، ايدك على قلبك. ما في ريال يجاب الغدسيه. اوه هذا كلام قوي. حاضر. هذا ويلك بتجيب الرديه الثانيه. اليوم الكويت رايح راد عليكم، قاعد ياخذ بطولات، كاس التفوق. ايه حط اغنيه يحلمون. يحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذون. اوه هذا تهديد. اي حط اغنيه يحلمون. ما فكرت تلعب في نادي القادسيه مثلا؟ انت صغير الحين طبعا، اتوقع صعب شوي. تصير مطب ولا شو تسوي؟ لا ماكو. لو مثلا خلينا نقول رياضه بتلعبها بتمارسها او لعبه تحب تتابعها دائما غير كره القدم؟ غير كره القدم انام بالبيت ما عندي او ضغط او ماكو شيء. ماكو شيء. برشلوني قلتها بالبدايه، تموت على هذا النادي، تعشق هذا النادي، ليش تحبه؟ برشلوني فريق يجيب مواسم، فريق متفاهم بالملعب، كفايه ميسي لين مسك كره تشوف اغنيه كنا محمد الشيح قاعد يغني. اي والله صدق. والله لاعب عكس بعض الناس يحبون كريستيانو. وينه؟ في فرق بينهم صراحه، يعني في فرق بين رونالدو وميسي. شعب يعني الايام. بعض قلنا شعب الايام. يا رجل ميسي وين حق رونالدو؟ رونالدو يملك قامه عقليه، الهد ماله مو طبيعي. وميسي شنو؟ ميسي غزم بس فنان. فنان الحج يقط لك الكره يمين يروح يسار. لا لو اقول لك مثلا منتخبات برا من تحب؟ احب هولندا. منو لاعب تحبه؟ لاعب احبه؟ اي بهولندا. روبن. هذا اللي مراوغ حلو. روبن حتى ترى مع بايرن لما كان في بايرن كان يخرب، كان خطير. مراوغ حلو. روحه تقريبا هو فريق. صح. هذا تقريبا عن عالم الرياضه. جاسم الشهره. اي. اشي سؤال بالي بقول لك، الشهره حلوه. 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 لكن دائما يقول لنا فيها سلبيات اكثر من ايجابياتها وتخرع شوي. سلبياتها انا ما اشوف لها سلبيه واحده. امانه محبه الناس هذه رزقه من الله. محبه الناس حلوه، بس هي سلبيه واحده، لما تقعد تاكل بمطعم كل شوي قاعد ولازم قاعد. هاي بروح رياضه. مو تبي رياضه. فكرت من قبل ان ابي يوم من الايام راح اشتهر، راح اضرب، ولا جت صدفه حظ؟ انا شوف كانت امنيه حياتي اني انا احب الناس، ان الناس محبه الناس هذه امنيه بحياتي، ان محبه الناس واشوف الناس. لان انا احب الناس. جاسم اليوم خلينا نقول مثلا في الكويتي متنك وهو معطيك الكاريزما وهو معطيك حب الناس. ممكن المتن كاريزما يجيب كاركتر وهذا، وعلى خفه الدم يعني في ناس تحبك في ناس تكرهك، مو شرط الكل يحبك. شو الاكثر مثلا لما تجيك مثلا انتقادات او جمله دائما تتكرر عليك؟ اضعف اضعف. لا خليك والله بالبتن، كاريزمتك حبيناها. سلم عمرك الشيخ. نظارتك ابي هذه النظاره الكبيره. ما تحصل مثلها. ما تحصل مثلها. شو طاري لبستها؟ وصارت ترى هبه عند البعض انه يبي يقلدك، حب شخصيتك فقام يقلدك حتى في الستايل. يا حبيبي ما عنده ذوق. نظاره قلت بسوي شيء جديد يعني خلاص. انا لان صدق نظره ضعيف. ايه قلت بسوي شيء جديد يعني انه حق الكاركتر وهذا، خذيت نظاره كبيره وطبيه. ها النظاره يعني بس انك لا 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 كشكل لا. عشان اشوفك واضح كل مكان هني اصيدك. جاسم اليوم جروب تبارك الرحمن لمتى وصل؟ مليون وشيء. ادري. لكن بتكلم على اكاونتك الشخصي في 100 وشيء او خلينا نقول كم تقريبا؟ داشين 200,000 ان شاء الله. داشين 200,000. في فرق مليون وشيء ل 200,000 يعني في بعض انه يشك. لا شوف جروب ليمتا غير عن جاسم رجب. جاسم رجب اكاونتي الشخصي. ليمتا اللي هو ننزل احنا فيه فيديوهات المغالب، الكاميرا الخفيه، الفيديوهات هذه.
طبعا جمهور جاسم يدري انه يموت ويعشق البحرين وشعبها. ايش معنى البحرين؟ البحرين غير محمد، البحرين انت كفايه لما تروح المنفذ البحريني اول ما يطلب وجهك هلا الشيخ. حلو. حتى كلمه الشيخ تعلمناها منهم، مكسور بالخليج كله. أكيد. بس الشيخ، بس البحرين غير. البحرين غير، واحلى تحيه حق الشعب البحرين وحق شعب خليجي. اسال الله يخليهم. يعطيك العافيه، ما قصرت جاسم. امري حبيبي حبيبي. متابعيني يشوفوني في تقرير جاي، فما الله.